السلام عليكم، وبدون مقدمات، خبر عاجل ومفرح لكل مغاربة سواء داخل أو خارج أرض الوطن. تم اختطاف زعيم البوليزاريو من هذه الحياة بسبب الموت والوفاة اللي صابته قبل سويعات قليلة. الخبر كان متضارب بسبب يعني المرض ديالو كيفاش تنقل لإسبانيا، قيل بسبب كورونا السرطان أو أنه أصيب في الضربة اللي ضربت القوات المسلحة الملكية قبل أسابيع قليلة ومات فيها المعروف بالبندير، فقيل أنه أصيب كذلك، ولكن كتبقى الأمور متضاربة. واش مات بهادي ولا بهادي ولا بهادي؟ تتعدد الأسباب والموت واحد. وإلى التفاصيل. تأكد الخبر لا من جهة البوليزاريو ولا من جهة الجزائر. إذن تم النقل ديال زعيم جبهة البوليزاريو إبراهيم غالي لإسبانيا بسبب الإصابة ديالو كيف ما جاء في الخبر فيروس كورونا، لتلقي العلاج بمستشفى لوغرونيو بجواز سفر دبلوماسي جزائري مزور كيحمل اسم شخص آخر، شخص آخر للسمية ديالو محمد بن بطوش. إذن الإخوة والأخوات الكرام، بحيث كانت الجزائر كتجري مفاوضات من أجل النقل ديالو باش يتلقى العلاج بألمانيا نظرا للحالة الصحية الخطيرة، وهو يعاني من ضيق حاد في الجهاز التنفسي، ومن بعد ما فشلت الوساطة الجزائرية مع ألمانيا تم النقل ديالو يوم الأربعاء يعني يومين هادي من الشهر الجاري اللي هو هذا أبريل إلى إسبانيا لفض الأنفاس الأخيرة بهذا المستشفى اللي ذكرنا آنفا. ورغم خروج وزيرة الخارجية الإسبانية بتصريح صحفي إلا أنه ما تمش الإفصاح عن جميع المعطيات واكتفت بكون أنها حالة إنسانية، كيف ما أن زعيم جبهة البوليزاريو كان كيعاني من مرض السرطان، وعرفنا كذلك من عدة مصادر خاصة وموثوقة أن الشرطة الوطنية الإسبانية حلت بمستشفى لوغرونيو أكبر مركز استشفائي بجهة مدريد من أجل باش تفتح واحد التحقيق في طريقة الدخول ديال هاد الزعيم ديال الانفصاليين لدولة إسبانيا، خصوصا وأنه متابع في بعض الملفات الشائكة والخطيرة جدا، من هاد التهم الخطيرة اللي عليه واللي هو متابع بها إخواني وأخواتي استغلال الأطفال وتعريض الحياة ديالهم للخطر، وكذلك كان كيقحمهم وكيزج بهم في المقدمة ديال الأعمال الإرهابية، وكيف ما عرفنا وشفنا عدة مرات لا بالفيديوهات ولا بالصور أنه كان كيدخلوا دراري اللي هما صغيرين 12 عام 13 عام وكيعطيهم البندقية وكيقولوا لهم سير على الله، إلا أن التدخل ديال وزيرة أو وزير الداخلية عفوا رفقة وزيرة الخارجية حال دون ذلك، بمعنى ما اعتقلوش لأنه يعني كان نقوله كوما، كتجدر الإشارة إلى أن إبراهيم غالي هو سياسي صحراوي شغل مناصب كثيرة مع يعني هاد العصابة، وهاد شي كله تحت الإمرة ديال العصابة ديال الجنرالات ديال الجزائر. قلنا أنه شغل منصب الأمين العام لما يسمى جبهة البوليزاريو، وكذلك رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية المزعومة والوهمية من 9 يوليو 2016 خلفا من السابق ديالو اللي هو محمد عبد العزيز اللي مات في ظروف غامضة، كذلك كما كان بالسابق مسؤول شؤون الأمن والدفاع بجبهة البوليزاريو وكان سفير الصحراء الغربية بإسبانيا والجزائر، وهو من مؤيدي استقلال الصحراء عن المغرب باستعمال كل الوسائل الممكنة، جميع الأعمال الإرهابية، جميع التواطؤات، جميع الأعمال الخسيسة، احتجزوا الناس في تندوف كيف ما كنعرفوا كاملين، جوعوهم، عدبوهم، سجنوهم، ما خلاو ما داروا إخواني وأخواتي، طغاو تكبروا تجبروا، ولكن كل حاجة عندها الأجل ديالها، وصل الأجل ديالو دابا، ها هو الآن غادي يلقى الله بهذيك النية. وإخواني وأخواتي كيف ما كنعرفوا الجنرالات ديال الجزائر مصيرهم كذلك إلى الوبال وإلى الهلاك، ودائما نقول أن الشعب الجزائري له الحق في تقرير المصير، لأنه كذلك يعني كيف ما كنقولوا طفح الكيل ووصل السيل الزبا، يعني خلاص الشعب الجزائري
ضاق درعا بهذه العصابة الإجرامية جنرالات الجزائر كبرانات فرنسا، لأنهم ما كيعرفوش غير الظلم والاعتداء والخسف بالناس من أجل المصالح ديالهم الشخصية والحسابات البنكية ديالهم في كثير من الدول الأوروبية. إذن الجزائر، وهذه مهمة جدا إخواني وأخواتي، غادة تبقى ربما متابعة من طرف يعني الأوروبيين، من طرف الأنتربول، من طرف يعني أجهزة الأمن الدولية. علاش؟ لأن هذا الزعيم الهالك دخلوه بجواز سفر مزور كيحمل اسم اللي هو ماشي ديالو، وهم يعلمون أنه إخواني وأخواتي متابع وملاحق بجرائم خطيرة جدا، ومنها الإرهاب وإقحام الأطفال كيف ما خبرناكم قبل قليل. إذن هذا الخبر من شأنه باش يفرح جميع المغاربة الوطنيين الأحرار والملكيين المغاربة اللي كيموتوا على بلادهم. ودائما نقول أن الصحراء مغربية ولا عزاء للحاقدين، ولهم الويل والجحيم. وخليوا لنا التعاليق ديالكم وقولوا لنا باش كتحسوا، باش كتشعروا، اشنا هو الخبر كيجيكم. غير انا اللي كنأكد لكم على ان سهرنا لساعات ونحن ننتظر باش نوصلوا لكم المعلومة، وهي اكيدة 100% ولا عزاء للحاقدين. وبالنسبة للاخوة والاخوات، انه الفرضية اللي كتقول بانه ربما تصاب في الضربة الجوية اللي قامت بها يعني القوات المسلحة الملكية قبل ايام، فهاد الفرضية بقت قوية، والجزائر او الجنرالات بالاحرى سدوا الخبر على كل شيء، وبقاو البوليزاريو يعني داخل المخيمات وغيرها، يعني ما فهموا والو، المعلومه ما عندهمش، واش مات في داك الضربه، واش تهز، واش هرب، واش ما بقاو فاهمين حتى شي حاجه. ناضت البلباله، وقعت انقلابات، وقعت اعتداءات على بعض الناس اللي هما جاهروا داخل يعني تلك المخيمات، جاهروا على ان هادشي هذا ما يمكنش، راه عينا، عييتوا ما تقولبوا فينا، عييتوا قولوا لنا اش واقع، اشنو خصنا نديروا. المهم ناضت البلباله، عينوا واحد اخر باش يكون زعما هو اللي كيتولى يعني الامور ديالهم، وكيتلاقى مع بعض السياسيين الجزائريين، بعض العملاء اللي خانوا الاسلام وخانوا الجوره وخانوا جميع القيم والمبادئ والاخلاق. ولكن هيهات هيهات، دائما الاخوه والاخوات، انتصارات تلو انتصارات بالنسبه للمملكه المغربيه الشريفه. كيف ما كنعرفوا كاملين، عده دول تقريبا الكل معنا وليس علينا. الجزائر من بعد خرجوا يعني بخفي حنين كما يقول العرب، يعني عياو ما يدبروا، عياو ما يخربقوا، عياو ما يرونوا اكثر من 40 سنه، تقريبا 45 سنه، داروا جميع الطرق، يعني ما راعوا فيها والو، حتى شي حاجه ما شفناش مع الاسف الشديد. وكنقولوا هذا الكلام اخواني واخواتي وحنا محصرين، يعني تصور جيران عرب مسلمين قدامنا هم اسوأ الاعداء، ما شفناش هادشي اللي داروا فينا واللي بغاو يديروا معانا، لا من اسرائيل ولا من ايران ولا كاع من اي دوله في العالم. ومع ذلك بقينا دائما الحمد لله صامدون، واستردينا يعني السياده ديالنا كامله وراء القياده ديال جلاله الملك محمد السادس نصره الله. والف شكر يعني للسلك الدبلوماسي المغربي، سواء يعني في كل مكان، ابتداء من وزير الخارجية السي بوريطة وإلى أقل أو أصغر موظف، مع أن ما كاينش صغير فيهم، كلهم كبار. والحمد لله دائما الانتصارات، ولا زالت كثير من الدول كيف ما كنعرفوا كتنافس باش يديروا معنا شراكات اقتصادية في الصحراء المغربية. والخيرات ثم الخيرات ثم الخيرات ستتوالى علينا، ما علينا غير نصبروا شوية. أنا شخصيا جد متفائل بما يجري بخصوص هذا الشأن هذا، واللي من شأنه غادي يعم بسبب الخير على المغرب والمغاربة جميعا. إذا كنتمنى الإخوة والأخوات ما نكونش طولت عليكم بزاف، والخبر يعني كنظن أنه مفرح جدا. زعيم البوليزاريو انتقل إلى العزيز الجبار اللي هو غادي يحاسبه، وهو غادي يعرف أشنو غادي يدير معاه. إذا غادي نرجعوا نعاودوا هذا الخبر هذا إن شاء الله، ونشوفوا يعني تفاصيل أكثر في خبر آخر وفي فيديو آخر. كنشكركم على المتابعة، وتبارك الله عليكم، ومبروك عواشركم، وهنيئا لكم أيها المغاربة جميعا سواء داخل أو خارج أرض الوطن. تحياتي.
منتدى وحما. عشت في الأوطان للعلا عنوان، تلك كل جنان، ذكرى كل لسان. في الروح بالجسد هب فتاك، لب نداك في همي وارتدم هواك ترم ونار. إخوتي هيا للعلا سعيا، نرشد الدنيا أنه لا نحيا بشعار الله الوطن الملك.